السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لاكوش ريزو، فيها شويه ديال الهضره وفيها ميدار. غادي نحاول نقسم على بلوزيغ بارتي، داكوغ؟ شاك بارتي شنو غيكون فيها؟ واحد لا بارتي غادي يكون فيها اكسبليكاسيون، واحد غير جيست اكسبليكاسيون ديال الهضره، اوتر بارتي غيكون فيها مثلا ادريس اي بي في 4 يعني براتيكمون، وابخي غندوزو لاي بي في 6. الوغ لاكوش ريزو لي نتورك لاير فورني دي سيرفيس على لا كوش ترونسبور، هادي شي حاجه طبيعيه، يعني ديما الكوش انفيريور كتفورني دي سيرفيس الكوش سوبيريور. كدير كوش ريزو اون جينيرال لا شيمينمون دي ميساج اترافير لو ريزو، يعني كيصيفطو دي ميساج من سورس ديستيناسيون. الكونترول ديال الكونجيسيون اي بلو جينيرالمون لا جيستيون دو لا كاليتي دو سيرفيس، يعني الكوست، يعني هنايا يعني خاصنا نتاكدوا بان الميساج كيف صيفطناه كيف وصل في اقل وقت ان سي سويت. بلوس كدير لنا لانتر كونيكسيون دي ريزو هيتيروجين، هنا كنهضروا على دي ديفيرون سو ريزو. اذا هذا الدور الرئيسي ديال لاكوش ريزو. من بين لي رول ديال الكوش ريزو، اول حاجه لادريساج دي بيريفيريك، سافي دير شاك ايكيبمون ديسبوز سون ادريس اي بي، كل ايكيبمون خاصها تكون عنده اون ادريس. عندنا لو روتاج، يعني la couche réseau fournit des services permettant de diriger les paquets vers leur destination en choisissant le chemin le plus optimal. يعني routage هو l'interconnexion entre source et la destination. اللي هو واحد الدور ديال الروتر. الروتر هو l'équipement de la couche 3 اللي هي la couche réseau. Donc هو اللي كي interconnecte ou كيدير لنا الروتاج ou bien كيديريجي les paquets من la source vers la destination en choisissant le chemin le plus optimal. Ça veut dire احسن طريق. اللي كتكون مبازي على البوند باسونت على لا ديسونس ان سي سويت. بلوس كو سا كدير لينا لونكابسيلاسيون اي ديزونكابسيلاسيون. ملي كتهضر على لونكابسيلاسيون سا فيدير شنو تيوقع بالضبط، يعني لا كوش ريزو اجوت دي زانفورماسيون دون تات اي بي، يعني فاش كيوصلونا لي دوني من عند كوش ترونسبور كيوصلوا عند كوش ريزو، هذيك الكوش ريزو كتزيد لادريس اي بي شوج ولادريس اي بي ديستيناسيون لهذوك الداتا اللي جاو اللي هما كيتسموا بي بي دي يو، داكوغ؟ او كت انكابسيليهم. ملي كيوصلوا لديستيناسيون كيوقع العكس، يعني كنفتحوا هذاك الميساج وكنقراو السورس وكنقراو ديستيناسيون، هذه كتسمى ديزونكابسيلاسيون. بحال كتغلف شي حاجه ومني كتوصل كتعاود تحيد داك الغلاف، اذا هذه انكابسيلاسيون اي ديزونكابسيلاسيون. بالنسبه لكوش ريزو فيها كيلكو بروتوكول، كاين عندنا اول بروتوكول اللي هو الاي بي في 4 وهذا معروف جدا. كاين عندنا البروتوكول اي بي في 6 حتى هو اكشوالمون يعني اللي ولا جديد، داكوغ، اللي تنخدموا به دابا. وكاينين دي زوطخ بروتوكول دو كوش ريزو ما بو اتيليزي ما تنستعملوش ديما او تستعملو افيك دي كيستيون بريوريتير، بحال ابل تالك تتهضر على بحال الاي بي في 4 ولكن هذا كيخدم اونيكمون في لي زيكيبمون ديال ابل ومصوبه لابل، داكوغ؟ بروتوكول دو كومينيكاسيون دابل. كاين عندنا نوفل انترنت وورك باكيت اكسشينج اللي هو اي بي اكس، داكوغ؟ هذه واحد لامبليمونتاسيون ديال نوفل داروها بور الانترنت داتاغرام او ما يسميه بالاي دي بي، يعني انترنت داتا انترنت داتاغرام بروتوكول. هذا ديفلوبوه الناس ديال كسيروكس، داكوغ؟ مي ما تنخدموش به دابا. وكاين عندنا واحد اخر اللي هو كونكشن ليس نتورك سيرفيس ال ان اس ان سي سويت، داكوغ؟ هذا مصوبو ديك لونيون انترناسيونال ديال التيليكومينيكاسيون، داكوغ؟ سي بون. اذا حنا غادي نركزو فقط على الاي بي في 4 والاي بي في 6. جيد، اذا ننظرو على لي كاركتيريستيك ديال البروتوكول اي بي. لي بين بين لي برينسيبال كاركتيريستيك ديال البروتوكول اي بي هو انه سون كونيكسيون، يعني ما كاينش لورينتاسيون كونيكسيون، ماشي اورينتي كونيكسيون، يعني ما فيش اوفرتور دو كونيكسيون اي فيرميتور دو كونيكسيون. كيجي كيصيفط لي دوني ما تنعرفوش وصلوا ولا ما وصلوش، اوكين كونيكسيون افيك ديستيناسيون ني ايتابلي افون دونفوي دي باك. لا شيمينمون او ميو بو فيابل، سا في دير لا ليفريزون دي باكي ني با غارونتي. واش وصلوا هذوك لي باك ولا ما وصلوش، يعني داكشي ماشي غارونتي. بلوس كو سا الفونكسيونمون اي انديبوندون دو سوبور دو دوني، يعني توجور كيفيزي على حساب بعيد، هو مشغلوش في داك السيبور ترانسميسيون. نورمالمون ملي كيكون عندنا الفيبر، الفيبر حسن من الانترنت والانترنت حسن من السون فيل، مي هاد ملي كتكون خدام اونيكمون بالاي بي سا مارش با. بوغ سا
جابوا لنا TCP. علاش TCP؟ حيت في لا فيابيليتي و اورينتي كونيكسيون. بوغ سا كتلقاو في البيسي ديالكم TCP سلاش IP، ما كتلقاش IP بوحدو. جيد، اذا نحاولوا نهضروا على الاي بي في 4. اي بي في 4 هو ايتان بروتوكول روتاب دو لا كوش ريزو اللي كاين في بيان سور. كنهضر على كوش ريزو، كنهضر على كوش 3. الدور الرئيسي ديالو هو بور ايدونتيفيي اون ماشين دون ان ريزو. يعني pour identifier une machine dans un réseau, il faut utiliser une adresse IP. جيد. باش نفهم مواد IPv4 غنشوفوا الباكي ديالو. بالنسبه للباكي ديالو كوم فو فوي يعني فيها بزاف ديال لي شام. اما بالنسبه لهذا الباكي هذا كيكون محصوره ما بين 20 و 60 اوكتي. عقلوا عليها مزيان، 20 و 60 اوكتي. دونك واحد كاينه لا فيرسيون بيان لو شون فيرت في 4 ديال لي بيت، هذا ريبريزونت لو نيميرو دو فيرسيون ديال البروتوكول. مثلا ملي كنهضر على 04 سافو دير اي بي في 4، ملي كتهضر على 06 سافو دير اي بي في 6. وكاينين دي زوطخ نيميرو بيان دي زوطخ كود نو اتيليزي، كاين لي ريزيرفي، كاين لي انون اسيني، وكاين لي معروف في دي زوطخ بروتوكول. كاين عندنا الاي اش ال، كوم فو فوي هذيك الاي اش ال فيها تحت هي 4 ديال لي بيت، سافو دير انترنت هيدر لاند. Longueur, ديال longueur, il représente normalement la longueur en mots. Il y a 32 bits de longueur IP. مفهوم؟ جيد. عندنا service. بالنسبة للservice فيها 8 ديال لي بيت. مفهوم؟ ومن كنهضر على 8 ديال لي بيت هي مقسمة على plusieurs parties. اللي كتلقى فيها كتلقى فيها la priorité. En anglais precedence indique la priorité que possède le packet. D'accord؟ يعني هنا كنشوفوا هذاك الباكي واش بريوريتير ولا لا، مفهوم؟ بلوس كو سا كنلقاو فيها اوتر شوز اللي هو مثلا الديلي. ملي كنهضر على الديلي في ان بيت اللي هو لو ديلي، هنا كيهضر عليك الديلي ديال لاشومينمون دو باكي ما بين سورس وديستيناسيون. وكاين اوتر شوز توجور في سيرفيس، كاين اوتر شوز اللي هو الدي بي اللي كنسميوه تراف بوت. هنا كتشوف دي بي اشميني، شحال دي بي ديال هذاك الباكي، شحال تحتاج في الدي بي. بلوس كو سا كاين اوتر شوز اللي هو لا فيابيليتي، اون انغلي ريلايبيليتي. هنا كتشوف لا كاليتي ديال الباكي، لا كاليتي ديال هذاك الباكي. داكوغ. بلوس كو سا كاين لو كو، هادو كاملين فيهم ان بيت ان بيت ان بيت، جوست لا بريوريتي اللي فيها 3 بيت. اذا عاد من بعد كيجي لو كو، لو كو ديال الباكي شحال تحتاج في هذا لو كو. وكاينه واحده اخرى اللي هي ام بي زد، اخر شون هي ام بي زد. ملي كتهضر على ام بي زد صافي دير ماست بي زيرو، كوم سون انديك ايل دو اتر ميزا زيرو. الا درتي فيها زيرو باغ اكزومبل كلشي شي لاخر غيكون فيه زيرو، درتي فيها ان كلشي غيكون فيه شي لاخر ان. مزيان، عندنا من بعد لونغور توتال. ملي كتهضر على لونغور توتال في 16 بيت، مفهوم؟ هنا لونغور دي باكي في لون تيت اي بي مع الداتا، مفهوم؟ في لون تيت اي بي مع داتا، ماشي بحال الاي اش ال في فقط واش 32 بيت ولا 128 او ما شابه. جيد، اذا لونغور توتال فيه لونغور ديال لون تيت اي بي بلس داتا. عاد عندنا عاود ثاني ليدونتيفيكاسيون. مزيان، كما كتعرفوا بان ملي كيجي عندنا واحد دوني من لاكوش ابليكاسيون كتسيغمونتا سو فورم دي سيغمون. علاش؟ حيت عندك مثلا شي صوره ولا شي فيديو فيه 900 ميجا، ما يمكنش تصيفط 900 ميجا في الانترنت. دونك شنو كيوقع ليها؟ لا سيغمونتاسيون تتقسم سو فورم دي بيتي سيغمون. اذا تخيل معايا هاد لي سيغمون هادو مشاو من عند لا سورس لا ديستيناسيون ومشاو مخربقين، او مشاو عندنا دو باكي وكل باكي فيها بليزيور سيغمون تخلطوا. باش غادي يفرق هذاك الديستيناسيون لي فراغمون او بيان لي سيغمون ديال باكي 1 على لي فراغمون او بيان لي سيغمون ديال باكي 2. اذا هنا فين كيجي الدور ديال ليدونتيفيكاسيون. داكوغ، يعني كامل هذوك لي سيغمون كيكون فيهم ميم نيميرو ديدونتيفيكاسيون. بحال مثلا لنفرض هادو سوسون دي باكي كاملين غنلقاو فيهم واحد 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 كاملين، يعني راه كاينين في نفس الباكي. كيبقى لينا الترتيب ديالهم ملي كتهضر على الترتيب ديالهم كيفاش غاد باش نعرف انا هادو واش واحد ولا جوج ولا اربعه ولا 10 ولا 100. كنهضروا ديك الساعه على البوزيشن فراغمنت. داكوغ، بوزيشن فراغمنت هي اللي كيكون فيها الرقم وبين الترتيب ديال ديك الفراغمنت. جيد، اذا عندنا من بعد الفلاج
هاد لو فلاغ فيه 3 بيت داكوغ يعني ليطا ديال الفراغمونتاسيون مفهوم يعني واش دي اف او بيان ام اف كاين في دي اف او بيان ام اف ملي كتهضر على دي اف صافي دير دونت فراغمنت كتقول ديسيناسيون ما تبقاش تقسم هاد الباكي ولا هاد الفراغمنت هاد ملي كيلقى ام اف كيقول ليه مور فراغمنت عاود فراغمونتي هاد الباكي ولا هاد الفراغمنت هاد position fragment ça veut dire la position ديال ديك segment يعني فين جات واش جات في رقم 1 ولا رقم 10 ولا رقم 100 ولا 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 جيد ابري عندنا تيت ال هي time to live هنا لا durée de vie maximale ديال الباكيت ما بين سورس وما بين لا destination جيد من بعد كاين عندنا البروتوكول هذاك البروتوكول فيه 8 ديال لي بيت ما نساوش بان التيت ال توجور حتى هي فيها 8 ديال لي بيت وعاد كاين عندنا البروتوكول فيه 8 ديال لي بيت يعني هنا كتهضر على التيب ديال الداتا مفهوم التيب ديال الداتا ملي كتهضر على البروتوكول واش كتهضر على الاي سي ان بي ولا الاي جي ان بي ولا التي سي بي ولا يو دي بي جيد عندنا تشيك سوم سا فينير لا فاليديتي ديال الباكي شحال خاصها تجلس هذيك لا فاليديتي ديال الباكي سا فينير شحال خاصها تبقى سينون ال فا لو روتور ال فا لو ديتروير هاد الباكي هادي مزيان عندنا الاي بي سورس والاي بي ديستيناسيون لادريس اي بي سورس فيه 4 ديال لي زوكتي ولادريس اي بي ديستيناسيون فيه 4 ديال لي زوكتي كيبقى عندنا اوبسيون ملي كتهضر على ديك اوبسيون كاينين بليزيوغ اوبسيون هما شي حاجه زايده يعني سي ني با اوبليغاتوار داكوغ كنسمو حنايا تونينغ صافي دير ريغلاج ديال لونتيت اي بي بحال مثلا كتلقى الكوبي كتلقى كلاس عندك لي ديفيرون كاتيجوري دي زوبسيون كتلقى مثلا نيميرو يعني النيميرو دوبسيون كتلقى بزاف هادو كيبقاو توجور ماشي مهمين يعني شي حاجه اوبسيونيل ولكن ما تنساش بان هاد الاوبسيون هادي محصوره ما بين 0 وما بين 40 اوكتي كيبقى لنا اخر حاجه هو البوراج داكوغ هاد البوراج هذا حنا جوستومون باش نكومبليتيو لو شون لو شون باش نكملو ديك لونتيت يعني باش الا ما كانتش كامله ديك لونتيت كلها كنكملو حنايا با دي زيرو جيد باش نفهمو هاد الباكي مزيان كاين عندنا الباكي واحد كتلقى لا فيرسيون كتلقى الاي بي هيدر لاند ديجا شرحتو ديفرنسييتد سيرفيسز هادوك لي سيرفيس اللي هضرنا عليهم توتال لاند الايدنتيفيكيشن الفلاج الفراجمنت اوفسيت تايم تو لايف بروتوكول الهيدر تشيكسم سورس سورس اي بي ادريس اند ديستنيشن اي بي ادريس وعندنا الاوبشنز شي حاجه اوبشنال والبادينغ اللي هي لو بوغاج اذا في لا بروشين فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لادريساج لادريساج دو ا ا زد والسلام عليكم ورحمه الله